ما زالت محافظة نينوى تعاني من تدهور القطاع الصحي منذ انتهاء الحرب على تنظيم داعش قبل سنوات. نقص المراكز الصحية وعدم توفر العلاجات اللازمة وقلة الكوادر الطبية وبقاء أغلب المستشفيات الحكومية مدمرة عوامل أجبرت السكان على شراء الأدوية من المنافذ التجارية باهظة الثمن، فضلاً عن إجراء العمليات في مستشفيات خاصة داخل وخارج المحافظة. نتائج تدمير 12 مستشفىً حكومياً من أصل 14 وتعرض 76 مركزاً صحياً للقصف من أصل 98 في مدينة الموصل انعكست سلباً على الوضع الصحي للمواطنين الذين يعانون من تداعيات ما وصف بأشرس عمليات عسكرية منذ عقود. الوضع متردد، عدم وجود مستشفيات، عدم توفر الأدوية، يعني أبسط الحاجات اللي تخص المريض ما موجودة بالمستشفيات. يؤكد سكان الموصل أن المستشفيات الحكومية ما زالت عاجزة عن توفير أبسط العلاجات للمرضى. بالمستشفيات أنا بزعت منه، أنا روحي جسمي مشعول، إيدي اليسار تعوقت، أروح على مستشفى الحروب أقول لهم اكتبوا لي عملية وما يكتبون، صار لي 5 أشهر لا شغل لا عمل من وراء إيدي، وأنا إيدي انشلت من وراهم، أروح لا يكتبوا لي علاج لا ينطوني شيء، يكتبوا لي بس مرطب. ويصرح مسؤولو المحافظة منذ سنوات بأن هناك عددا من المستشفيات في نينوى قيد الإنشاء وفي طريقها إلى الإنجاز. إحنا الآن عندنا العديد منها تحت الإنشاء، عندنا المستشفى الألماني بنشتغل به، عندنا مستشفى البتول، مستشفى الطوارئ بالأيمن، مستشفى ربيعة أو مجمع ربيعة الطبي، يعني وصلنا نسبة إنجاز أكثر من 85%. نينوى التي كانت مشهورة على مستوى العراق بمستشفياتها العملاقة وبأطبائها المهنيين والمحترفين والمختصين، باتت اليوم تفتقر لأبسط المستلزمات الطبية وتئن تحت وطأة الفساد والإهمال والوعود الحكومية بالإعمار دون تنفيذ.